عشان كذا واحد بيسمع له أغنية دموعه بتسيل مالك لا يقول لك الزول هبشنا في محل خطرة في القلب هبشك وين والله إذا تشغل سورة القيامة ما قال لا إذا بلغت التراقية وقيل من راق والقيامة والموت يا مرساي شغل ساب البلد شوف ما في ناس سابوا بلدنا دي ما شوف يا غادي والله شغل ساب البلد وأحيان بيختارك الفاظ بتجرك ورحل الغمام وسكت الرباب وقائد الأسطور رحل ويا زول يا طيب ماشي وين انت ماشي وين أجيب أن أوريك الحاصل انت بتمشي ساي انت ماشي وين والله الناس دي تشغل الغنية دي طوال تلقى طق 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 الناس دي خشعت كلها مال الناس دي في شنو والله يقول لك ها والله الشغل ده حزين جدا حزين وانا متألم ووك وداك بيغادي شغال ما مشكلة ارموني في نص البحر ما مشكلة والقاش رحل خلى الشرك وداك انا داك دايل كلهم بجنبه ده حرام الشغل ده لكن اكتر واحد بيزعلني في ناس اللهو ديل والله قال من اللهو سماع الاغاني قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أمش تفسير ابن كثير لهذه الآية وهي الآية السادسة من سورة لقمان تلقى إنه لهو الحديث هو الغناء الغنى الآن تلقى واحد عمك كبير لامي البنات والأولاد في رمضان وتي غني لنا وهايل يا زحل وهايل يا فهيم أنا راكب البص الكلام ده كله بلقطه في البص والركشة ومحل كافتيريا ومحل ما تمش الحلاق يا حلق لك مشغل غنية ويمكن نرقص يسوي لك القضية هنا يا هابش لك الشغلة ما تهابش خليها ساي معين الشغلة بتجوط لك ساي والقضية ذاتها فيها لكن أعرف إنه شنو ده إما البنات والأولاد وغني لنا إتي وغني ده وهاي لي يا زحل وراقب البصر هاي لي يا فهيمة إتي مصيبة مصيبة تاخدك وتاخد المعاك الملمومين دل وفنان يموت بدل يريحوه مات غنى ومات مش مفروض يريحوا يوقفوا الغنى وخلاص الله يرحمه وخلاص يبقى من المسلمين يشغل الغنى ويجيب لك ديل لابسين اسود واحد يغني ودموع سالت وجاي من عطبر ذاك مات وده الحوت بعد مات واحد قلت له اسمع انت هذول الزول ده بتريده هاي كيف يا اخي الزول ده وكذي خلاص انت ما الزول ده مات يا اخي بدل تجيب له ذنوب في قبره وقف في قبري وقف الغنى ده وما تجيب له سيئات قال لي ده قص براو قال لي غني منه ده قص براو قال لي ما ده قص هذا دي مصيبه عشان كذا قال لك وله القلوب دي فيها له كان ما فيها له زوال الله بقول له في حور عين وفي بنات الان في الدنيا والله بقول لك في القران والاخره خير وابقى بعد ده هو مؤمن هسه كان جيت سالته واحد هسه من المسلمين سالته قلت له اسمع جميلات بنات هندسه وبنات المهندس أسي وناس الجنوبي والغربي ولا جميلات الحور العين الله يقول لك الحور العين نحن مؤمنون نحن مؤمنين ونحن المؤمنين وكذي تقول له طيب انت هذول في الآخرة الله ما قال لك الآخرة أبقى خير وأبقى غض بصرك في الدنيا عشان تتنعم في الآخرة وطيع الله لك يا مولانا يا أخي والله ما هو الله ده غفور يا اخي انت ما تصعب علينا ويوم واسبوع واحد وكذي اسبوع ده مع الاسبوع بيمشي لكن في بلاوي بتكون قاعده في القلب عشان كذا الدنيا دي قال لك فيها له عشان انا ما اطول لك الكلام ثلاثه قال وزينه الدنيا فيها زينه ودي الغشة الناس عربيه مزينه والرقصه مزينه والبيت ساويين فيه زينه والبشر ذاته صاروا يتزينون هسه بتشوف الشباب والشابات الشباب عندهم زينة معينة وده تعرف أثره الكلام ده من الخلط أنا سمعت واحد بيتكلم في علم النفس قال الخلط الكثير بيخلي الصفات تتناقل بين البيت والولد والله الكلام ده ما وبعدين الكلام ده أنا لقيته في الواقع عنده شيء من الصدق يعني بتلقى بيت لابسة بنطلون بنطلون حق منه حق الولد البيت بتلقاه شعره كاشف سايل ده حقت منو الولد البيت بتلقاه بتدي بنية وبتفلق في جامعة الأهلية وهنا دي مدات ما عارف ان في حصحاص ولا ما بيفلقوا الولد نفس الشيء يتأثر بالبيت والله في بنات كمان سواء قضية دي برضه حسيبها قضية
البنت برضه بتتاثر بالولد. تعال شنو الولد بيتاثر بالبنت، ولد بتلقاه ساوي كريم، ساوي كريم تلقاه قاعد مع الجماعه. الكريم ده حق منو؟ انت ما تشوف لك زيت بقنا ولا زيت فرام، انت الكريم لك شنو ولا زيت سمسم؟ سويه وفق مارك كريم. تلقى ولد بياكل بيطقطق في اللبان بحقات منو؟ تلقى ولد لابس سلسل، ده كله من البنات. وتلقى الولد لابس له غويشه مكتوب فيها صح وما صح، تلقاه دي قاعده كلها الشغله دي قاعده، ده كله بالخليط ده. عشان كده الزينه دي غشت الناس، خلته عاين. الشيطان يجي للواحد يقول له شفت دي؟ ان فوتت النظر ليها تاني ما بتشوفها في الاخره ذاته، ما بتشوفها دي، بس الله خلقها كده، خلقها كده والله خلقها، لكن خلق لك هناك اجمل. انت خليك زول فاهم، انت مؤمن. دي مساله. المساله الرابعه قال وتفاخر بينكم، تفاخر بالمناصب بالاموال بالاحساب والانساب. والله حسب المساله قال ان اكرمكم عند الله شنو؟ اتقاكم. اخر شيء في امر الدنيا قال وتكاثر في الاموال والاولاد. والله قال الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. واسخ للمقابر. انت والله الان يجيك صداع شفته وتايفود ويا ظهر وتتالم وفشل كلوي ينظفوا لك الشغله دي. الدنيا دي تاني ان جابوا لك اي شيء في زخارف الدنيا ما بتشتغل، بيكون همك بس كيف تتعافى. والناس للاسف الشديد صاروا يعصون الله تعالى بنعمه. الله يدي البصر يعاين للحرام، في ناس عميانين يا اخي. تعال الله اداك البصر، اداه السمع اسمع الحرام الى اخره. فدي الدنيا باختصار وما فيها راحه، اكل ممكن تدعب، شراب ممكن تدعب فيه، تبقى زول صغير ما بتكون فاهم فيها شيء، تبقى زول عجوز بتكون شايل لك كيس بتاع ادويه، تبقى شاب بتكون عزابي وتعبان. انا اسوي لك شنو؟ تاني في شنو؟ تعبان دي ما تعب انواع كثيره، انت ما تلخبط. لكن في النهايه اعرف المساله بوضوح. القسم الثاني للناس الاخره عشان افتح المجال لغيري من المتحدثين. طيب القسم الثاني ده زول الاخره. زول الاخره باختصار بس انت مطلوب منك حاجتين وسهلات، بعدين يتمرن. العب زي انا هذه قاعد اتمرن وبوشم بندقها، انا هذا بقول لهم مشددين ساوي يقول لك بتقي انت مشدد، ما في اي تشدد. انا ناس عاديين جدا والله، ناكل ظريف اكل ظريف، ما بقول لك باسطه باسطه بلبن تبي نسيبها لها منو؟ ما علي انا بقول ابو دقن انت بتاع باسطه، ما في تشدد. بنضرب باسطه لبن كل وطحنيه المشرف وكذا مع البرير ذاته، لكن عارف انه شنو؟ لو بسكويت طيبات كلها ما بشي، لكن ما بنتدرب بعده وبوشم وحديد مرات بنستخدم وكله ما جاهزين في كتمات في المعروف الحاصل هاي، لكن اعرف انه شنو في حاجتين طبقين. اذا طبقت الحاجتين ديل انت بعد زول اخرى. الحاجه الاولى وتراعي الاوامر وتجتنب النواهي. الحاجه الاولى ان لا تعبد الا الله، والتوحيد ده العقيده الصحيحه، عقيده التوحيد. الآن الناس سكتت من الكلام فيها لأنها بتجيب مشاكل. يعني أنت ممكن تتكلم في أي موضوع في الدين، في التقوى، في الصبر، في السرقة، في غيره، الناس دي تتكيف جدا. مما تجل التوحيد ولازم جماعة بقوموا لك يقول لك اسمع مسائل الخلافية نحن ما دارينا وبتجيب لنا مشاكل، وما في خلاف في التوحيد. زول بيقول للناس امسكوا في الله، يخالفوه يقولوا شنو؟ يقول للناس وحدوا الله تعالى. والله جل في علاه في القرآن تكلم في التوحيد كثيرا. أنا بديك مشهدين أو ثلاثة الله ذكرهم في القرآن. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله جل في علاه بيعلم الغيب وحده. الآن في البلد دي أنت إن مشيت بعض الناس يقول لك ممكن فلان يعلم الغيب وفلان يرد الضالة والراحت منك شيء فلان بيحوطه. وده أكتر جماعة بتتبنى المسائل دي الصوفية بشتى تقسيماتها، لأن الصوفية عندهم الشيخ ممكن يعلم الغيب زي ما قال واحد من مشايخه المشهورين عبد الرحيم محمد عقيع الله البرعي مشهور. بعدين قال قوماك نزاور الأولي الأقطاب
ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. الشيخ ممكن يعلم الغيب الباطن والظاهر، بل يغلو حق الله يدولي عبد الله. نحن عشان كيف نتكلم في التوحيد؟ هسي الناس دي برا مرقت مظاهرات، الناس فترة من الفترات مرقوا مظاهرات واعتصامات وجوطة. ليه يقول لك يا مولانا حقنا ضيعوه، ضيعوه حقك شنو؟ لك البنزين وبعدين السكر زادوه وواوا إلى آخره. وحق الله كيف؟ حق الله علم الغيب قالوا الأولياء بدون، وما بجوز تمرق مظاهرة لا لحق الله ولا لحق عبد الله، ما بجوز. حق الله ما قال لك امرق مظاهرة، الله جل في علاه ما قال لك امرق مظاهرة، قال لك بين التوحيد. وحقك انت تشيله بالطريقة الشرعية، مش تسوى جوطة وتمش وكوراك هو نحن جينا وهو الاخري ويدوك رسل لك بمبان تجي جاري. خلي النصوص بمبان بس، ولا في كلك بتاعنا الدفار عيون حمر لا تعلمهم نحن نعلمهم، ده بيجيبوه شفتها مجاية مجاية بفكوا له الشغلة دي والشغلة بتاعي هذا خليها كذا في جنب. لكن تعرف انه حق الله جل في علاه الان ضيع يا اخي، في كتب ألفت في نشر الكفر بالله والشرك بالله تعالى باسم الدين، في كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة علم الغيب السماوات والأرض. الصوفية قالوا مشايخنا ممكن عندهم تصرف في السماوات والأرض، في غيره بعض المشايخ. أنت توقف طيب هاي يلا 93، لكن في طبعة تانية كاتبين لحد 109 عليه 111 صفحة 109 قال ومنهم من المشايخ الشيخ عبد الله العيدروس. عشان كده نحن لما نقول لك امسك في الله ما تنادي المشايخ ويعد على الحجبات والناس اللي ما بيعلموا الغيب والناس الكذابون، انت ما تتضايق ساي، انت اقرا كتب، اقرا الكتب، الكلام ده موثق. هذا قال قبل صفحتين او ثلاثة ومنهم الشيخ عبد الله العيدروس. من كراماتي الشيخ عبد الله العيدروس عنده كرامتين، قال الكرامة الأولى، له كرامتان. الكرامة الأولى قال أنه ذبح رأس بعض تلامذتي، قال التلميذ تعال دنقر قطع عليه رقبته، مش قطع الرقبة، أنت تلميذ ماش تطلب علم يقول لك دنقر اقطع عليك رقبتك. بعد قال له عود كما كنت، والله كما كنت، قال عود كما كنت، قال فعاد كما كان. بعد قطع عليه رقبته مش مات. تاني قال أرجع، رجع شاكي في أزاهير الرياض باب أن للأموات أو باب إحياء الأموات، يعني الأولياء بيحيوا الأموات، أن الأولياء يحيون الأموات. بعدين قال دي الكرامة الأولى. الكرامة الثانية قال أنه دخل عدن في اليمن فقال يا سماء أمطري لبن فإني في عدن، فأمطرت لبنا. السماء جغاشي قال لا أمطري لبن، جابت لبن. يعني انت ماشي بالشارع يمكن تجيك جماده واقعه ولا شيء مع الشغله دي، والله جاي تصاير ولا لبن، لبن بودره ولا لبن عادي، ده لبن. الناس اللي بتصدق السماء ممكن تمطر لبن، وفي تمساح بكو برضه، تمساح في تمساح بيبكي، ده بتعرف كبريت التمساح ما بتعرف الحاصل. تمساح قال تمساح ده في كتاب الطبقات الكبرى للشعراني صفحة 427 قال ومنهم الشيخ محمد الفرغلي. من كراماته أن مخيمر النقيب خطف التمساح ابنته فأتى إلى الشيخ وهو يبكي، قال التمساح خطف بيتي، هو بيته مرقت ماله في أسبوع المهندس ولا رأس السنة، المرق البحر شنو البيت ذات المرق البحر شنو، مشت وجاد قال خطف التمساح. بعدين قال له اذهب إلى البحر ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغل. قال فخرج التمساح من البحر كالمركب والخلق عن يميني وشمالي جارية. تمساح ماشي عسكري وعيال جماعة الحد ما وصلوا. قال فقال للحداد، فأمر الحداد بقلع جميع أسناني، قال لك الله أسنان التمساح ذا. قال فقلع جميع أسناني والله الذي لا إله غيره، مكتوب الكلام. قال بعده ثم أمره بلفظها، قال فخرجت حية متهوشة، مرقت حية ما بأي شيء، قالت أنا كنت وين؟ كنت في بطن التمساح والله. بعدين قال ثم قال للتمساح، أنا ضحكني نهاية القصة، قال ثم قال للتمساح تخطف إنسان وأنا حي. قال فرجع التمساح إلى البحر ودموعه تسيل. التمساح رجع وبيبكي
شايل جراحة تمزح والله. البلد دي هذول جاي تصاي تمسك في الله، فك المشايخ ديل، تفك المشايخ وتتوكل على الله. الله قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويرسل السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وبعد قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال شديد الحول كما قال السعدي رحمه الله. بعد قال له دعوة الحق، الله أمسك في الله الحق القوي. قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، البنادون غير الله، يا الحسن من المحن والبقدر من الفقر والفي الالفون الأسرع من التلفون وأبو العباس من عيون الناس وبقرون من العيون أوك إلى آخره. واحد الله رازقه حافلة كاتب فيها قريتها يبشام ورا وقدام ده قفلها كله كل الله بتناديم تاني. انت يا دول انت ما تمشي لله، ما تمشي لرب العزة والجلال. والله الذي لا إله غيره قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. زول ما دي يدكني وما ضمن ذي البصل اللي خشمه. قال وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض. مش تتجدع وأنا شبعان وماشي الصباح لابس لك قميص وانطلوت تتجدع. الله قال ولله، الله ده قوي ما تغفل منه، والله قوي ما تغفل. ممكن يشيل بصرك بدعاين يشيل بصرك تعصيه انت ما مصلي يشيل كتلك. واحد قال لي ما بصلي، قال لي زول عيان فتم لك الآية. بعد شوية قال لي وعندنا واحد قريبنا عيان، قال لي مشيت له تاني مسكت الصلاة دي تب مرة واحد قلت له كيف، قال لي زول عنده فشل كلوي مشيت لقيته في الإنعاش. قال عينت بالقزاز، قال والله صبارة وحفاظة بيجيبوا فيها تلج، قال بيجيب بيجيبوا له المناديل بتاعت الفاين بيدخلوها في التلج لما تبرد بيخطها له في خشمه بتمرق صفرة. قال قلت يا الله ده شغلك في الدنيا كذي، والله الشغلة دي آخرنا صلي. قال ما شاف يقف صلي في الجامع ما عارفه باسمه. عشان كده الله قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بعد آية قال فيها خمسة، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء. ده كلام القرآن. ولك انت وهابية، ما في وهابية، ما في وهابية، وما تبقى مع زول، ابقى مع الكتاب والسنة، طبق الحق، خليك موحد، عقيدتك صحيحة، ما في حاجة، خليك زول عقيدتك صحيحة وتابع النبي عليه الصلاة والسلام، صلي في المسجد أكبر، بعد أعزل، انت بمشي في الرؤية شوف البيت، لا كويس عجبتك، خلاص اتوكل، بعدين ما عجبتك، شوف البعادة الله ده خيار، حس كان الله قال ما في عريس إلا بالتلعام بس. بدا عمك طلعت عيون ما انا انت الشغله اللي بتجوت لك، لكن الله خلاك ساي، خلاك ساي في حدود الشريعه تمشي تختار. اختار انت اسف تكشف مالك بعد تتخرج كان دار ولا استدار تتزوج، اختار لك بنت وتزوجها خلاص الله اداك نعمه، خلاص ابقى على الشغله دي ما تمشي ثاني تلفت وبلاوي وكذا، وابقى مالك ما في حاجه ثانيه، وخلي عقيدتك في الله صحيحه. تمشي عقيدتك تتزلزل بتتعب والله في الدنيا دي تتعب. الله قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الكلام يطول، أنا أختم بالفقرة الثانية وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لواحد تجدع الحجبات ما ماسك لك في شيخ لا وكذي، والله قال والله الآية دي مفروض الناس تسوي بها خطب جمعة، والله آية في سورة يونس الله جاء كلام واضح. الناس يقول لك دي آيات في المشركين وكذي في الأصنام، الله جاب كلام ما في المشركين بس، ما في الأصنام بس، في المشركين. قال قل، أسمع الآية دي كويس، قل هل من شركائكم اللي بتنادون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، ما في، لأن الهداية بيدي بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق،
ما في. بعد قال قل الله يهدي للحق. طيب انت بتنادي اولياء، الاولياء دي اللي والله الله هداهم وبيقوم مستقيمين. الله قال قل الله يهدي للحق، افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي اي لا يهتدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. الله قال لك تنادي مخلوق، والمخلوق ده عابد، لو كان عابد مستقيم، لو كان مستقيم العابد ده ما بيقدر يدخل واحد تاني في العبادة، ما بيقدر يهديه هداية التوفيق. الله هدى ده، تمسك في الله الهدى ده ولا تمسك في المهدي ذاته؟ تمسك في الله جل في علا. تتابع النبي عليه الصلاة والسلام، واختم بهذا، تتابع الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وتابعوا دي كلمة أختم بها، بيلاقي كذا هسي انتابعته في الجامعة دي، بيلاقي كذا انت مش براك.